بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحت العنوان Using the Audio Tools. زي ما عملنا في الفيديو، بنمشي على نفس الشكل في الأوديو. لو أنا عملت سيلكشن على ملف الأوديو بتاعي، هلاقي إن الأوديو تولز و أوبشنز معايا بريفيو، علشان أبتدي أشوف وهبتدي بعد شوية للمشهد بتاعي الاوديو فوليوم، عشان اعمل كنترول في الفوليوم. الاوديو اديتور بتساوي بالظبط كليك يمين واقول والله اوديو اديتور، بعدين معايا تشينج ذا اوديو لو انا كنت عايز اعمل ريبلوز، ابدل ما بين المقطع ديت، اور اكسبورت لو انا كنت عايز احفظه، انا ما انتجت عليه، او اسف انا ما قصيتش عليه وعايز احفظه بشكل معين، احفظه ام بي 3 بس، او ريف ام بي 3 بيديني هو طبعا اكتر من فيتشر، لكن بوث ديت هتحفظ لك نفس المقطع مره ويف ومره ام بي 3. الجنب الاخير بريفيو، بيحاول طبعا يعمل لك بريفيو للسين ديت. دي الفكره ببساطه. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.